بعد الصلاة على رسول الله. يظهر لنا قضية إخواني في الله، قضية التعطر. هل التعطر للناس جميعا؟ نعم، حتى النساء. أقسم بالله النساء، ولكن المرأة في بيتها لا تتعطر في غيره، لا تتعطر أبدا إلا في مساحة بيتها. صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخواني، طيب الرجال ما ظهر ريحه واختفى لونه. طيب الإيه؟ طيب الرجال ما ظهر أي إخواني ريحه واختفى لونه. عايز أقول لك النبي محمد أن الزينة بالنسبة للرجال تكون في الرائحة، لا تكون في الألوان. واحد يا إخواني في الله يحط أحمر، يحط أبيض، يحط مش عارف إيه، يقولوا لا يجوز، هذا من باب التشبه لإيه؟ بالنساء. لكن أنت جمالك يظهر في رائحتك الطيبة. وبالنسبة للمرأة قالوا يا إخواني في الله: وطيب النساء ما ظهر لونه واختفى رائحته، ولكن في بيتها. صليتم على رسول الله. بمعنى، هل يجوز للمرأة يا إخواني أن تضع ما يسمى بالميك اب والمصايب لإخواني في انتشرت؟ قالوا لا. ده سيدنا أبو هريرة لما رأى امرأة يا إخواني تريد الصلاة، تريد الصلاة مع رسول الله، وشم منها رائحة، فقال: عودي يا أمة الجبار، عودي يا أمة الجبار، فإن كل عين رأتك فهي زانية. نسأل الله العفو والعافية، لأن النبي أخبر بأن العين تزني، وزناها ليه؟ النظر. وأشد ما يلفت الأنظار يا إخواني ويجعلك تنتبه لمن هو مار، الرائحة أكثر من النظر. لو امرأة من خلفك كيف تراها؟ لكن تشم إيه؟ لو أن رجلا مقبل أو امرأة مقبلة تقول إيه؟ الله في ريحة طيبة، صدق ومين هذا؟ فلان وصله. صليتم على رسول الله؟ فكذلك إخواني صليتم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالتزين والتطيب بالنسبة للمرأة لا يكون إلا في بيتها، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي قال في الحديث إمام مسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا، بخورا نوع من أنواع الطيب، بخورا تجده في الحرم كده حاجة جميلة تشرح الصدر، يعني تجد واحد كده بيلف هناك إخواني، وانت تخش عليه وتعمل كده تاخد لك شوية قدامك في صدرك كده. للرجال صليتم على رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: أيما امرأة أصابت، أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الأخيرة، يعني ما تروحش تصلي حتى في المسجد، ما تطلعش أبدا بالرائحة دي، ولو إيه، ولو إيه إخواننا، ولو روح تصلي، فكيف لو رايحة فرح بقى ومش عارف الفرح يا إخواني، كله بيضرب في بعضه. صليتم على رسول الله، حتى تسأل فين العروسة أقول لك ما جاتش، لأن كله أصبح عرايس. صليتم على رسول الله، سبحان الله. وفين العريس؟ كله ضرب بإزاي العريس يا عم، ودوا الراجل حتى شوي يا إخواني في الله يلبس الحتة مش زفرة، حتة جميلة. صليتم على رسول الله، ولك أصلك فرح. تحافظ المرأة على جسمها ما يقرب من 20 سنة، ولا تستطيع خالها يشوفها، صح؟ وفي ليلة الدخلة أمة لا إله الله كلها تشوفها، وما تكتفيش حتى بالمعازيم اللي هم 1000 ولا 500 ولا 200 ولا 20، بننزل على صفحات الايه الفيسبوك يا اخواني، والمصايب التي هي اخواني دمرت بيوتنا. والله يا اخواني عايز تخرب بيتك عليك بالفيسبوك، نزل صفحاتك انت واولادك وعيالك، ونزل وانت في المصيف وانت جاي من المصيف وانت داخل المصيف، والعيون تتطلع والقلوب تحسد والبيوت تنفجر. نسأل الله العفو والعافيه.